بدوره أكد الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، أكد أن الحملة العسكرية على غزة غير مسبوقة وترقى إلى العقاب الجماعي. وأكد العاهل الأردني أن ما تشهده غزة انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب، داعيا إلى الوقف الفوري للحرب على القطاع وحماية المدنيين. إن حملة القصف العنيفة الدائرة في غزة في هذه الأثناء هي حملة شرسة ومرفوضة على مختلف المستويات. إنها عقاب جماعي لسكان محاصرين لا حول لهم ولا قوة. إنها انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني. إنها جريمة حرب. أولوياتنا اليوم واضحة وعاجلة. أولاً الوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين وتبني موقف موحد يدين استهدافهم من الجانبين، انسجاماً مع قيمنا المشتركة والقانون الدولي الذي يفقد كل قيمته إذا تم تنفيذه بشكل تلقائي. ثانيا، إيصال المساعدات الإنسانية والوقود والغذاء والدواء بشكل مستدام ودون انقطاع إلى قطاع غزة.